بسم الله الرحمن الرحيم. اتفقنا قبل كده ان اهم حاجه في كود مصري هي البراكتس. مهم ان انت تبقى فاهم الدرس وتبقى عارف المعلومه، لكن الاهم من كده ان انت تعرف تبراكتس عليها وتتدرب عليها كويس. في الحلقه دي هنشوف ازاي ان انت ممكن تابلود اساينمنت، بروجرامنج اساينمنت تعمله بنفسك، وازاي ان كود مصري ممكن يعلمه لك ويقول لك ايه الصح فيه وايه الغلط. مثلا لو خدنا مثال، دخلت على كورس مثلا دوت، هتلاقي ان هنا في اساينمنت بينزل، مثلا في كل اسبوع تقريبا بننزل حوالي اساينمنت. الاساينمنت بيتكون من كذا مساله، كل بروبلم عباره عن جافا بروجكت منفصل، كل بروبلم ليها انبوتس وليها اوتبوتس. هتعمل الكود بتاعك، البروجرام بتاعك، واحنا هنتشيك نشوف هل فعلا البروجرام بتاعك لما بتدخله الانبوت الفلاني بيطلع الاوتبوت اللي كنا متوقعينه منك ولا لا. ولو ما طلعش هنقول لك ايه الحالات اللي ما بينجحش فيها البروجرام بتاعك، ايه الحالات اللي لما بندخلها الانبوت ما بيطلعش الاوتبوت اللي احنا كنا متوقعينه. هتروح على الجافا بالاكليبس، هتروح على الاكليبس وتعمل جافا بروجكت عادي جدا اللي انت متعود ان انت تعمله. بعد ما تخلص عايز تست، تتاكد اذا كان فعلا الشغل اللي انت عملته صح ولا لا. هتعمل ايه؟ هتابلود الفايل ده، الفايل الجافا اللي انت اللي شغال فيه. طب الفايل ده موجود فين؟ على الجهاز بتاعك. لو عملت كليك يمين بروبرتيز هيقول لك في اللوكيشن الفايل دوت متسايب فين. دلوقتي تقدر تيجي نهوت على الويب سايت، عايز تابلود الحل بتاعك، هتخش على اساينمنتس، هتلاقي هنا ممكن يكون في عندك اكتر من اساينمنت في الكورس. لو الكورس ده دلوقتي فيه اساينمنت واحد، هتفتح الاساينمنت دوت. الاساينمنت هتلاقيه متكون من اكتر من مساله، كل مساله تقدر تبعت الحل بتاعها اكتر من مره، وكل مره هنقول لك اذا كان الحل بتاعك صح ولا في مشكله. لو مثلا جيت انا دلوقتي حاولت ابلود الحل بتاعي بتاع اول مساله، هابلود الفايل اللي انا الجافا اللي عرفت مكانه موجود فين على الجهاز بتاعي، وهاجي ادوس سبميت. دلوقتي احنا خدنا الحل بتاعك وبنقيمه وبنرن الحالات بتاعتنا ونشوف هل فعلا لما بندخله الانبوت بيطلع اوتبوت مظبوط ولا لا. لو جيت عملت ريفريش هتلاقي النتيجه طلعت، هقول لك والله ان انت المساله ديت بعت لها سبميشن، بعت حل في الوقت الفلاني الساعه كذا الساعه كذا باللغه الفلانيه والنتيجه كانت كذا. مثلا الحل اللي انا بعته ما كانش مظبوط، كان فيه رونج انسر. طيب انت عايز تعرف ايه الغلط في الحل اللي انت بعته كويس، ساعتها هتلاقي طلع لك تلات لينكات. اول لينك بيقول لك الانبوت اللي احنا دخلناه عشان نتست البروجرام بتاعك. اللينك الثاني الاوتبوت اللي انت طلعته، اللي البروجرام بتاعك طلعه لما احنا دخلنا له الانبوت دوت. واللينك الثالث بيقول ايه الفرق ما بين اللي انت طلعته واللي احنا كنا متوقعين ان احنا نلاقيه في البروجرام بتاعك. لو دوست على الثلاث لينكات هينزل لك الثلاث فايلات. ممكن دلوقتي نبص على الفايلات دي ونشوف ايه الفرق. اول فايل الانبوت، الانبوت ده الانبوت اللي احنا دخلناه، المساله بتاعتك احنا دخلنا لها انبوت 50. طيب تاني فايل الرن، ده الاوتبوت اللي انت طلعته، اللي لما احنا عملنا رن للبروجرام بتاعك طلع الاوتبوت ده، طلع 50 وطلع 100. طيب البروجرام، لو بصيت على البروجرام اللي انا كنت رافعه، انا كنت فعلا بطبع الفاريبل الانبوت اللي بدخله وكنت بطبع الانبوت مضروب في 2، فعشان كده لما دخلت له 50 طلع لي في الرن 50 و100. طيب اصلا كان المفروض المساله ديت مساله الدوزنز، تعرف ان الرقم 50 ده فيه كام دست. فلو فتحت الفايل الديفرنس هيقول لك الفرق بين اللي انت طلعته واللي احنا كنا متوقعين في كود مصري ان انت تطلعه في المساله دهيت. فاللي في الاول ده الكولوم الاولاني ده اللي هو انت، ده الاوتبوت اللي انت طلعته، وتاني واحد اللي هو الريفرنس ده اللي احنا كنا متوقعين ان انت تطلعه. ففي اول سطر انت طلعت 50 واحنا كنا متوقعين ان انت تطلع 4، وفي تاني سطر او تاني اوتبوت انت طلعت 100 واحنا كنا متوقعين ان انت تطلع 2. دلوقتي انت عرفت ايه الغلطه اللي موجوده عندك في البروجرام بتاعك، ان لما بدخل لك انبوت 50 انت بتطلع لي 50 و100، لكن انا كنت متوقع ان انت تطلع لي 4 و2. دلوقتي تقدر تروح تحل المشكله اللي موجوده في البروجرام بتاعك وتابلود الحل بتاعك تاني وتشوف هل الحل الجديد مظبوط ولا لا. طيب انا دلوقتي رحت غيرت الكود بتاعي بحيث يشتغل صح، هرجع تاني للاساينمنت وهابلود سبمشن تانية. لو لاحظت دلوقتي هيقول لك ان انت عندك سبمشن دلوقتي واحده بعتها في المساله دي. لو حاولت ابعت تاني فايل تاني دلوقتي بعد ما غيرته وادوس سبميت، استنى برده حوالي 4 5 ثواني ودوس ريفريش، قال لي كوركت، المسألة كده
مظبوط. فانت ممكن تسبميت اكتر من مره، لو في مرات فيها مشاكل مش مشكله، ابعت تاني وفي الاخر هيقول لك لو الحل بتاعك مظبوط هيقول لك كوريكت. حتى بعد ما تخلص خليه كوريكت، عايز تغير فيه وتجرب تاني غير وجرب وابلود، وهنحسب لك الحل الصح طول ما انت عندك حل صح. لو رجعت تاني للاساينمنت بتاعك هتلاقي ان اول مساله خلاص بقت مظبوطه لان في عندك حل كوريكت، تقدر دلوقتي تخش تابلود بقيه المسائل. الاساينمنت كمان درجته اتغيرت دلوقتي، انت واخد 16 من 100. ليه؟ لان انا عندي 6 مسائل، كل مسائل قد بعضها، فكل ما تحل مساله هتاخد الدرجه بتاعتها. فلو رجعت لاساينمنت هتلاقي ان ده اساينمنت ودي الدرجه بتاعتك موجوده فيه.